السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين خبر مفرح لكل يعني الوطنيين واللي يحبوا المنتخب الوطني الجزائري ويريدون عودة السيد الحاج محمد راوراوا، يعني في الواقع ليس في المواقع، ليس في المواقع، بعض المواقع اللي انا نقولها لكم ونعاود لكم. من اليوم حاسبونا الحاج محمد راوراوا 100% رئيس اتحاديه الجزائريه لكره القدم. ما عطاوهش ورقه بيضاء، عطاوه ليفري، عطاوه كتاب ابيض، عطاوه كتاب ابيض. اللي باه يخدم يخدم، حنايا ما قلناش المدرب روح ولا، هو راه جاي يخدم يخدم الاداره باش يرجع هيبه كره القدم الجزائريه، يعني ويحط خريطه التاريخ يعني في الاصلاح الرياضي. يعني بزاف مهامات، ماشي مهام تاع يكذب رئيس اتحاديه ويقعد يشوف في لونترينر. لا، لونترينر كاين ناس، كاين ماناجر، كاين نائب الثاني، كاين منا كاين منا، يوجدوا له ويحضروا له، هو يحمي ليكيب ناسيونال خارجيا وتكون عنده لهنا والبدايه هنايا، يعني تكركيب هذاك ما كاشي. كاين بزاف ناس اللي غادي يوخروا، كاين بزاف امور نعطيكم الرسمي واش كاين. المهم الناس اللي راهم يدير لك كويتي راهو كويتي الحاج غادي يروح، يقول لك راهو كويتي راهو غادي هذاك يروح. يا ودي غادي الاولى عيط للارواح، خدم ولدي خويا، راك خدام، اقعد تخدم نورمال، راك خدام نورمال، باهي تروح روح، انا قعد تخدم نورمال، هذه بلادك وانت راك داير عقد مع الجزائر، ما راكش داير عقد معايا انا، ولا داير عقد مع زبيزك ولا مع زتشي، ولا داير عقد مع الجزائر. الله يسهل عليك، الله يسهل ولدي، باهي تقعد تقعد، ماشي باهي تقعد. حنا اصلا رانا عندنا اون كونتاكت مع زين الدين زيدان، انا اون كونتاكت مع زين الدين زيدان، هذه هي زين الدين زيدان عطى الموافقه تاعو، عاطي الموافقه، قال لهم كاش مشكل نخدم في بلادي. خاطش على الناس كيما نقولوا حنا المشرف تاعكم هذا راه مكراسي سيتيام في الموند في الشهريه مع لي زونتين الكبار تاع لارجنتين، داي كوب دي موند كان يخلص 300,000 اورو. حنايا ما كاليفاش كاع وداي 278,000 اورو، يعني ماهيش اشكال نجيبو زيدان ونعطوه 200,000 اورو، معليش معليش، بصح تايلا تكون عندك رهبه. نقول لكم كيما هكا وين نتكلموا على السيد الحاج محمد راوراوا 100% رئيس اتحاديه الجزائريه لكره القدم، والايام هي اللي غادي تحكم. راحت تاع هذيك العاهرة، هذيك العاهرة الماسونية، هذاك العاهر، هذاك المخلث الماسوني اللي يهز عرش الرحمن، شحال من خطا يهز عرش الرحمن يهزه، هذوك اللي جراو. أنا نقول لكم ونعاودها لكم، راكم تطبلوا في الماء، راكم قابلين كسكاس يعني مثقوب، نقولها لكم، خاطر الحاجة اللي نتوما تأكدوا عليها ما تنجحش. هذا اكثر وين نقولوا باللي الحاج محمد راوراوا اكثر انسان له الفضل على كره القدم الجزائريه وحتى الافريقيه بعد الله سبحانه وتعالى. هذا الشخص اجتهد وصارع، وهو اول رجل كان يبحث في اروقه الفيفا من اجل ان يستفيد المنتخب الوطني والمنتخبات العربيه والافريقيه من لاعبيهم الذين لعبوا لغير بلدانهم في الفئات الشبانيه ويلعبوا مع المنتخبات بلدانهم الاصل في المنتخب الاول، ما يسمى بالقانون باهاماس. اولا لعاب استفاد من هذا القانون هو عنتر يحيى، وبعده لاعبين اخرين على غرار مراد مقني، ويبدا حسن، يعني يبدا حسن وجمال عبد الحاج، رجل خفاء كانت عنده حنكه كبيره ويعرف كيف يصطاد العصافير النادره على غرار بودبوز بن يعني بن ناصر وادم الوناس نواه المنتخب الوطني الذي توج بكاس افريقيا بمصر، وهو من كونه وله الفضل كبير في ذلك التتويج بفضل مساهمته الفعاله في حمايه المنتخب من كواليس وغد الحكام. لذلك يجب ان نعطي الرجل حقه من المديح، ليس يعني المشرف والفيرما فقط من ساهموا في ذلك التتويج. الحاج يبقى الحاج،
هذه هي الحاج، يبقى الحاج رجل خفاء. شوف 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 ولك هو سبعة ها أسد ولي قالك ولي قويرة ولي قويرة وبو مدين شوف بو تفليقة شوف 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 مالكم ولي قاعدين وتاع ضربك ولي زراري ولي ما عملنا لكم ما عملنا لكم مع الأساطير مع رموز الجزائر اللي يخدم مع آي أروح أقول لكم روح اللي يخدم مع هذا مع أبو مدين ما تخافش منه اللي يخدم مع هذا اللي يخدم مع هذا تخاف منه ما تخافش منه هاي قال هاك تشوف شك تشوف اللي يخدم مع أبو مدين ما تخافش منه اللي كان أبو مدين مأمن فيه ويقعده معه ويقعد يهدر ما تخافش منه اللي كان قاعد في الاجتماعات مع أبو مدين ما تخافش منه اللي باباه مكتوب اسمه في سركاجي من الهاربين من السجن تاع سركاجي ما تخافش منه اللي الحاج محمد راو راو كان يقرا في ايكور روحوا عند عمي عثمان تاع باب الواد اللي يهدر على التاريخ الحقيقي تاع الشهداء والمجاهدين اللي كان يقرا في ايكول تخرجوا منه معظم الشهداء والمجاهدين الجزائريين من ذاك ليكول في باب الواد ما تخافوش منه بعدين يجيبوا خمس يهدر لي عليه تجينا عاهرة عايلو تقول له كلب ساعد خلصيها ان شاء الله بربي والله خلصتيها انا نقول لك تخلصيها بنتي وعد الجحشة والله لخلصتيها يا الجحشة. وكما شاهدتم الصور التاريخية للسيد الحاج محمد راو راو رفقة الرئيس الراحل الهواري بومدين محمد الحاج راو راو سيقوم بتحضير لملف ترشحه يعني ون... راني نهدر أخويا تشوف أنا في حرب. الحاج محمد الأوراوة سيقوم بتحضير ملف ترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الكل يريد عودته. الحاج محمد لقيادة الفاف يعني في المرحلة هذه ما عدا أعضاء الجمعية العامة الذين انقلبوا عليه سابقا وهم من يريدون ترشيح يعني من أظلام العصابة لهروبهم من المحاسبة على الأموال التي تركها السيد الحاج في صندوق الاتحادية. الحاج من مواليد 1947 9/12 بالعاصمة عمره الآن يعني تقريبا الحاج محمد يعني في مارس مارس وظائف عليا في الدولة وله تقاعد يعني نائب مدير لتنشيط الثقافة لولاية الجزائر يعني في 74 مدير تنسيق مبادلات بوزارة الإعلام في تاريخ 1982 مدير عام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار في 1990 محافظ عام مكلف بتنظيم الموسم الجزائر بفرنسا 2002 إلى غاية 2004 رئيس الفاف من نوفمبر 2001 إلى يناير إلى جانفي 2006 رئيس الفاف من 2009 إلى 2017 في فترة رأسي للفاف تأهلت الجزائر مرتين متتاليتين لنهائيات كأس العالم 2010-2014 في البرازيل وفي فترة رأسي للفاف تأهلت الجزائر أول مرة إلى الدور الثمن النهائي في نهائيات كأس العالم في البرازيل بقيادة المدرب فايد. هذه كل يعني وين صفحة المجاهد الروائي صالح الدين محمد المجاهد صالح الدين محمد واخويا غادي يجي انا واحد انا يجي مخنث ولا يجي تشوفه قاعد مع الاماره كيفاش قاعد كيفاش مقيمينه وكيفاش يعني تصيب انت مخنث تصيب عاهره تصيب واحد مرته مطردات وقاعد في جاردة تصيب لنا تصيب لنا يعني تصيبو يهدر على الحال تحيه الجزائر اليوم راني فرحان ما فرحتش من 2017 اليوم راني فرحان اليوم صح راني فرحان
واه اليوم صح راني فرحان خاطش عاد بدات ولات المولاها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو ان شاء الله ديما معكم بجديد. بيمشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.